السلام عليكم ورحمة الله، معكم نهاد القلعي. اليوم باش نحكي معاكم في موضوع مهم على الاخر بالنسبة لخدمتنا، بالنسبة لأي واحد يخمم باش يقدم في البزنس متاعنا، هي انك لازم تكون ان كونسيي. شو معناتها لازم تكون ان كونسيي؟ معناتها في تعاملك مع العباد، كيف تقدم الفكرة متاعك، كيف تنصح العباد على البرودوي، كيف تعطي اقتراحات، لازم تكون كلها مبنية على مبدأ انك باش ترشد العباد، باش توري العباد، باش تفهم العباد. على خاطر اذا انت باش تنطلق مبدأ انك تكون تاجر، تحب تبيع، تحب تدخل فلوس، اكهو راك باش تتعب برشا وما تنجمش تعمل ريزولتا كبير. علاش؟ على خاطر ماكش باش تحكي من قلبك، على خاطر باش تحكي بطريقة تحب تستغل فيها العباد، تحب تستغل الفرصة، تحب تمشي أمورك، تحب فيسا تقدم الحاجة دي كلك، ما عندها وين باش توصلك. تحب تنجح لازم تحكي من قلبك. علاش؟ على خاطر كي تحكي من قلبك توصل المصداقية متاعك، توصل الصدق متاعك، توصل حبك انك تعاون العباد، تحب توصل الخير. هذا هو، هذه حاجة أساسية في الخدمة متاعنا. ما تنجمش تقدم إذا أنت منطلق من مبدأ تفكير أناني وتفكير شخصي. هذاك علاش إذا تحب تنجح لازم تنطلق مبدأ انصح به. لكن مش تنطلق مبدأ انصح، فما حاجة أساسية لازمك تعملها. شنو هي أول حاجة وأهم حاجة؟ إنك تكون قادر بتسمع. ما تنجمش تعاون إنسان اذا انت ما تسمعوش، اذا ما تعرفش شنو هي مشكلته، ما تعرفش شنو هي احتياجه. كل سواء احتياجه في من ناحيه البرودويات، شنو المنتوج اللي نجم يمشي معاه، شنو المنتوج اللي نجم ينفعه بالحق، مش جوست تحب تبيع له برودوي. وفي نفس الوقت زاد احتياجه انك تحكي معاه باش يدخل الخدمه هذه وباش يستغلها وباش يستغل الافاق نتاعها وباش ينجم يقدم فيها القدام. في الحالتين لازم تسمع مليح، لازم تسمع وتفهم الشخص اللي مقابلك شنو هو يحب، على شنو قاعد يفركس ريالمون، شنو محتاج. اذا عرفت هذا برشا حاجات نجم تبدل معاك. وبيان سور انك انت باش تنصح انسان خاصه في البرودويات، لازمك تكون عندك احاطه معناتها مينيموم في كل برودوي من البرودويات نتاع الشركه، في كل منتوج، شنو هو يعمل، من شنو هو متكون، طريقه استعماله. هذه حاجات اللي هي اساسيه. وعلى فكره الكتالوج نتاعنا كافي باش يعطيك كل المعلومات اللي حاجتك بها. لكن اذا انت تحب تنتقل من مرحله معناتها المبتدئ لمرحله الفهم، لمرحله الانسان اللي مستوعب بالضبط ايش عنده قدامه، نجم تعمل بحث بسيط على الاخر، تنجم تعمله على الانترنت، تشوف كل برودوي من المكونات نتاع المنتوج نتاعك شنو يعمل ريالمون، شنو كيفاش بريميرمون كيفاش يستخرجوا، ثاني حاجه شنو هي الدور نتاعو بالضبط. ناخذ اكزامبل معناتها مع عشانها زيت زيتونه، زيت قلوب الهندي، لالوفيرا، والحكايه راه ما تستحقش برشا وقت ولا برشا. توا اليوم بجوجل تحط الكلمه اللي حاجتك بها، تعمل ريسيرش تطلع لك باللغه اللي تحب عليها، تقرا، تنجم باش تعاون روحك اكثر، تي برو نوت، تقيد الحاجات الاساسيه، فجأة تلقى روحك بديت تقدم وبديت تعمل في باز دوني خاصه بيك، تسمح لك باش تحكي باريحيه، وتسمح لك باش تفهم اكثر العباد، وتسمح لك خاصه انك تنصح العباد بالطريقه الصحيحه. وعندك ارغيومون، عندك الحاجات اللي يفهمها، حتى كان من الاول ممكن ما مستوعب 100% كلام باش يقولك، لكن كي باش يراجع روحه ويسمعك ويفهمك، وحتى هو بده يعمل رجاج باش يلقاك تحكي في حاجه صحيحه وحاجه معناتها قالوها خبراء وعباد يفهموا. نقولك على حاجه، اذا انت سعيد شويه في الموضوع هذايا بالوقت تحس روحك خبير نتاع منتجات، تحس روحك فاهم مليح. وزيد منتجاتنا مش برشا، معناتها خاصة أنا نتصور معناتها المجهود باش يكون في البرودوي في الكريمات أكثر حاجة، طب بالنسبة للمكياج ولا بالنسبة للعطورات ولا حتى المكملات الغذائية ما فيهمش يعني برشا بحث، لكن البرودويات الأخرى بسهولة تفهمها، بسهولة تفهم شنو تعطي. نجم إنسان يكلمك يقول لك أنا عندي مشكلة معينة، تلقى روحك عندك الإجابة واضحة مريقلة، ما تشكش في روحك، ما تبداش داخل بعضك، تعطيه حاجة واضحة، لازم تعمل هكا وهكا وهكا وهكا. هو بيدو شيخ، يحس انه فما خبير، فما شخص قاعد يعاون فيه، فما شخص قاعد ينصح فيه وينصح فيه من قلبه. وحتى لو فرضنا حس انه البرودوي نوعا ما غالي شوية بالنسبة ليه، لكن الثقة اللي باش يحسها
باش تخليه ينحي حاجز السوم البرودوي ويركز على شنو باش ينفعوا البرودوي على خاطر سي صدقك واقتنع بكلامك. دونك اذا تحب تنجح في خدمتنا لازمك تكون ان كونسيي. جا نحنا كيف نسجلو اوتوماتيكمون باش ناخذو اسم كونسيي واللي هي ماشي كلمه جايه من فراغ وكل ما يقدم بك الوقت باش تلقى روحك. الحمد لله ان بون كونسيي تعاون العباد وتنجم تنتقل من مرحله الكونسيي لمرحله اهم برشا انك تولي انفلونسور. شو معناتها انفلونسور؟ معناتها انسان تجيك العباد باش تاخذ من عندك المعلومه باش تستنفع من الاكسبيريونس نتاعك وتولي انسان مؤثر. انفلونسور معناتها مؤثر، تاثر باللي عندك بالمعرفه نتاعك بالكونيسونس نتاعك بالانجازات نتاعك. بيان سور كان نحكي وزد على الكورتي معناتها ماركتينغ. هذا كله ينطلق بخطوه بسيطه على الاخر كما قلت لكم. ثلاثه حاجات انت تعرفهم او تعملهم. حاجة الأولى إنك تسمع مليح باش تعرف احتياجات العباد. اثنين إنك تكون فاهم البرودويت نتاعنا من شنو متكونة. ثالث حاجة إنه المشاكل اللي عند العباد تعرف الحلول نتاعها الحقيقية، الحلول اللي تنجم تعطي ريزولتا. دونك نصيحتي ليك إنك إذا تحب تنجح، تحب تقدم، تحب تعمل اسم في التسويق الشبكي وفي خدمتنا كل سواء بتخدم ان فوندور ولا ان ريكروتور كون ان كونسيي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.